يعرف الناس كلمة مشهورة لوزير الإعلام الألماني وعبقري غسيل الأدمغة في الحرب العالمية الثانية جوزيف كوبلز: اكذب اكذب حتى يصدقك الناس. ولكن القليلين فقط من يعرفون مقولته الأكثر خطورة وأهمية: كلما سمعت كلمة ثقافة تحسست مسدسي. نعم، بالنسبة لمن يريد التحكم بالجمهور، الثقافة خطيرة لأنها تجعلك تشخص المسؤول عن معاناتك. العلم مزعج للغاية عندما يريك حقك المسلوب وأين تجده وكيف تسترده، لذلك ستبقى أيديهم على الزناد وبمجرد أن يروا نقطة ثقافة. هل سألت نفسك لماذا تستمر الجماعات المسيطرة في المزيد من السيطرة رغم علمنا بفسادها؟ لماذا فشلت كل محاولات الشباب لتحقيق مطالبهم؟ هل قصرنا في النزول إلى الشارع؟ أم هؤلاء الفاسدون هم قدرنا؟ كلا، الجواب: يستحيل أن ننتصر في حرب لا نعلم بوجودها أصلاً ولا نعرف ثقافتها. إنها حرب الجيل الرابع 4GW، فماذا تعرف عنها؟ ارجع بذاكرتك 5 سنوات للوراء. ألا تلاحظ بأننا نتابع الكثير من الصفحات والمواقع ونتلقى الأخبار والمعلومات منها في كل دقيقة حتى دخلت في رؤوسنا واعتدنا عليها ونسينا السؤال الأهم: من وراءها؟ طيلة الفترة الماضية كلما تكونت لدينا مجموعة مطالب نهضت هذه الصفحات لتتبنى مطالبنا فنحسبها أحرص منا على قضيتنا، ثم تبدأ بمهارة غير محسوسة تشتت أفكارنا وتتلاعب بمطالبنا، تضيف وتحذف. لديها إرشيف كامل من نقاط الخلاف التي تعرف متى تثيرها لتضرب الجمهور بعضه ببعض، وكيف تدفعك إلى أحد طريقين مسدودين، إما السكوت أو الخروج لإحراق الشارع. تركز كل يوم على حدث جانبي يشغلك عن قضيتك، فلا تشعر بنفسك بعد شهر إلا وقد خمدت حماستك ونسيت أحلام التغيير. هذه هي حرب الجيل الرابع الذي نعرفه اليوم باسم الجيوش الإلكترونية. جيش يستهدف عقلك، يلعب على وتر المعاناة، يتباكى على الفقراء بينما يمتص دماءهم، يستفز الجمهور بأعمق المشاعر ألماً، الحرمان، ومن خلال تهيج العواطف يزرع الرسائل كما يشاء، يجعلك لا تعرف من المسؤول الأول عن معاناتك لتهاجمه، ومن الذي يقف معك لتنصره، ومن الذي يكذب، ومن يقول الحقيقة. ظهر مصطلح الجيل الرابع سنة 1989 عندما قسم الباحث الأمريكي ويليام ليند أجيال الحروب إلى 4. الجيل الأول الذي يعتمد على قوة الرجل وما يحمله من سلاح مان باور. الجيل الثاني الذي يعتمد قوة النيران في الجبهة أكثر من القوة البشرية فاير باور. الجيل الثالث نشأ مع اتساع دائرة النار بوجود الطائرات والصواريخ بعيدة المدى ليعتمد على قوة المناورة خلف خطوط العدو مانوفر باور. القاسم المشترك بين هذه الأجيال الثلاثة أنها كانت تستهدف القطاع العسكري لينهار فتسيطر على المدنيين. أما الجيل الرابع فقد عكس القضية، إنه يستهدف القطاع المدني بالعمليات النفسية ويجعل المجتمع تحت ضغط عصبي مستمر ليصل إلى نفس النتيجة: الانهيار ثم السيطرة. حرب لا نار فيها ولا دماء، لا تكلف الكثير من الأموال ولا تتكبد الخسائر، إنها فقط تعمل بقاعدة جوبلز الثالثة: أعطني إعلاماً بلا ضمير أعطيك شعباً بلا وعي. والآن حان وقت المثال. يشهد العراق سنوياً مظاهرات حاشدة تخرج في الصيف لتطالب بتحسين الخدمات وتوفير الكهرباء، وهاتان السنتان كانت الأكثر سخونة وتحدياً للأحزاب التي فكرت بشكل جدي كيف يجب أن تتصرف مع نقمة الناس وتتجاوزها بنجاح. والآن هل يمكنك أن تتذكر ما هو القاسم المشترك بين هذه المظاهرات الخمس وكيف انتهى كل منها بدون أن يحقق شيئاً؟ لقد كانت المظاهرات تنتهي كل سنة برصاصتين قاتلتين: الأولى تشتيت المطالب وضخ عشرات المواضيع بدل التركيز على واحد معين، وهكذا تبعثر الجماهير. الثانية
حرف الأنظار إلى قضية أخرى، فبينما الناس تهتف في الشوارع تشتعل حملة منظمة من أشخاص وصفحات وفضائيات بنفس التكتيك سنوياً، تتقمص ثوب المتظاهرين وتهاجم جهة واحدة، جهة يعرفون مكانتها في المجتمع وأن التعدي عليها كفيل ليشغله قليلاً، جهة يعلمون أنها لن ترد عليهم ولا جيوش لديها، لا من الجيل الأول ولا من الجيل الرابع، جهة تستطيع بسلطتها الروحية تحريك الملايين للدفاع عن مقدساتهم وبلدهم، ولكنها لا تحرك نملة للدفاع عن مكانتها. يعرفون أنها لا تعيش عقدة الدفاع عن نفسها وتهديد الآخرين، لذلك يضربون بأمان لتنساهم الناس وتنسى فسادهم وتنشغل بالحديث عن شيء آخر. إنها المرجعية الدينية، المرجعية التي يتساءل الكثيرون عن سبب الهجوم المستمر عليها منذ سنوات، وإليك ثلاث خطوات ستعرف السبب من خلالها. الخطوة الأولى: الفوز بالتكرار. تقول الكلمة الرابعة لجوبلز: الكذبة إذا قيلت مرة واحدة تبقى كذبة، وإذا أعيدت ألف مرة تصبح حقيقة. لا شيء يمكنه التأثير على العقل مثل التلقين. يخترعون الكذبة ثم يرددونها 7 أو 8 سنوات لتراجيلاً ينشأ على التصديق بها من دون المطالبة بالدليل. فلماذا نلوم أهل الشام عندما أقنعهم معاوية أن علياً لا يصلي من الأساس؟